صباح الخير، انا رزان وانا بهشتة وهذه هي نشط بليز. مرحبا بكم في يوم اللعب يوم الخميس. اي شخص مهتم بلعب كرة القدم للاولاد سيكون لدينا اجتماع بعد المدرسة في يوم الاربعاء 6 نوفمبر. اذا لم تتمكن من الحضور تفضل بزيارة بي وراية المدرب في غرفة افتان. أي شخص مهتم بلعبة تنس هذا الربيع يحتاج إلى زيارة غرفة C4 لمدرب ميدوز، وما الاستمرار الاهتمام يحتاج اللاعبون المحتلمون إلى حصول على كشف طبي محدث وإكمال جميع أوراق فانو فورمز قبل أن يتمكنوا من تقديم الاختبارات. أي شخص مهتم بلعبة التنس هذا الربيع يحتاج إلى زيارة غرفة C4 المدرب ميدوز، وما الاستمرار الاهتمام يحتاج اللاعبون المحترمون إلى حصول على كشف طبي محدث وإكمال جميع أوراق الفاينل فورمز قبل أن يتمكنوا من تقديم الاختبارات، ويتأكدوا عن الإيميل والحصول من المعلومات والحصول على المعلومات الأسبوع القابل. ليلة التخطيط الكلية والمنها في بلاكمن قادمة يوم الأربعاء المقابل 6 نوفمبر من الساعة 6 لين الساعة 7:30 مساء. تعالوا اختار قبول ACT بين ما يلي: كل شيء عن شهادات، فحص 101، جامعات الصناعة ومعرض الكلية المصغرة. كن هناك يوم الأربعاء المقابل في الليل. بدأت تمرين الجري خارج الموسم لحصول على معلومات تأكد من إكمال الفاينل فورمز والموافقة عليه، ثم يمكنك الاتصال بالمدرب ستن للحصول على الأوقات والأماكن. ليلة اللعب فريق بليز لكرة القدم مباراته الأخيرة في موسم العادي ضد كافي كاوني. شجعوا بليز وهم يستعدون للتصفيف. أتمنى لكم يوما رائعا وGo بليز.